السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. في حديثنا عن الصوم نتحدث اليوم عن الصوم المعنوي وهو صوم القلب. تحدثنا عن الصوم المادي وتحدثنا عن الصوم الخطابي، الآن نتحدث عن هذا الصوم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام، قال: صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام. وهذا ورد في غرر الحكم. هنا في هذا الصوم يكف الصائم عما كف عنه في الصوم المادي والصوم الخطابي، وأيضا يصوم القلب عن الهمم الدنيئة والأخلاق الرديئة والأفكار السيئة. وحاصل هذا الصوم إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله، ترك كل ما لا ينتمي إلى الله عز وجل من الأفكار الشيطانية وغيرها، وترك كل ما هو شاغل عن الله عز وجل من حلال أو حرام. أي أنه بالإضافة إلى ترك المفطرات وحفظ الجوارح يستدعي حضور القلب دائما، لأن القلب هو حرم الله عز وجل، فلا تجعل فيما لله في هذا الحرم، وليقضى الدائمة. فالمحضر محضر الله عز وجل، ولا يصح للقلب أن يشغله عن الله تعالى شاغل، سواء كان هذا الشاغل حلالا أو كان حراما، بل يبقى مع الله عز وجل منقطعا إليه، مقيما على طاعته، عامرا بحبه والحنين إلى رضاه عز وجل. إذن على الإنسان أن يبعد قلبه عن التفكير في الذنوب والمعاصي، وهذه ناحية مهمة، إذ يطلق الإنسان في بعض الأحيان لفكره العنان في التفكير ببعض المعاصي، والشرع لا يحرم مثل هذا التفكير، أو الشرع لا يحرم مثل هذا التفكير بمجرده، لكن من الواضح أن ذلك قد يفضي إلى ولادة نفسية سلبية عند الإنسان، حيث تنخفض عنده درجة المناعة، ويصبح أقرب للوقوع في شباك المعصية. فمن هنا ورد ضرورة الابتعاد عن التفكير بالذنوب، كأن يفكر في ممارسة موبقة من الموبقات مثلا، فإن أصل التفكير بهذه الموبقة عمل ينبغي الابتعاد عنه، وذلك لما قاله أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه: من كثر فكره في المعاصي دعته إليها، دعته هذه المعاصي، جنبنا الله وإياكم هذه المعاصي، وجعلنا من الصائمين الدائمين المتوجهين إلى الله عز وجل بقلوبنا وبما نعمل لأجل أن نكون من الناجين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com